صباح الخير من جديد. هلأ رح نتحدث عن علامات الولادة الأولية وعلامات الولادة الحقيقية لحتى تعرف السيدة إمتى تروح على المستشفى. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع أخصائية الأمومة والطفولة رولا قطامي. كيفك رولا؟ منيحه. شو أخبارك؟ تمام. أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن علامات الولادة الأولية، شو هي أهم علامات الولادة الأولية اللي بتعطي زي مؤشر للأم؟ في عنا 6 علامات ولادة أولية. هاي لما تصير عند الأم ممكن تقولها إنه ولادتها رح تكون من 2 أسبوع لـ4 أسابيع. نعم. فهاي العلامات، أول وحدة هي الوجع بأسفل البطن اللي بنسميه براكسون هيكس، أو هو وجع بيجي على جنب من البطن، على جنب واحد أو الجنبين، والوجع بيضله لفترة أكتر من دقيقة. بنحس إنه كل الرحم هيك صار فيه تقلص، وهذا التقلص بيعطيها وجع ممكن يوقفها عن الحركة أو عن أي شيء بتعمله. نعم. فهاي الأوجاع بتتكرر بآخر شهر من الحمل، أو خلينا نقول آخر شهرين. لما تبدأ تتكرر بتعطينا إشارة إنه ولادتها قربت، والقربت يعني من 2 أسبوع لـ4 أسابيع. نعم. بس بدنا نزيد عليها كمان إشارة اللي هي ضغط، هاي الإشارة الثانية، ضغط أسفل البطن، عشان الراس البيبي بدأ ينزل بالحوض، فهذا الضغط أسفل البطن بيعطينا إشارة إنه الولادة قربت وبدها من 2 أسبوع لـ4 أسابيع. نعم. طبعا مثلا هاي المؤشرات أو هاي الأعراض ما بتكون مبينة يعني قبل هذا الوقت اللي أنت عم تحكي عنه؟ بتبين على الشهر التاسع تقريباً. لأنه عادة يعني الأم بيصير في عندها كتير ضغوطات، الطفل مثلا أو الجنين بيكون شادد عند البطن أو أي شيء، لكن هاي بتكون مؤشرات وأعراض واضحة يعني للولادة. بتكون يعني الضغط اللي بتحس فيه زي كأنه في طابة تحت، يعني هيك هذا الضغط اللي بتحس فيه، فهذا بيعطيها مؤشر زي ما حكيتي إنه الولادة رح تحصل من 2 أسبوع لـ4 أسابيع. طب بدي أسألك عن موضوع، في أحيانا الأطباء أو كافة الأطباء يعني أطباء النسائية بيقولوا مثلا إنه الديو ديت تبعك إنه بهذا التاريخ أنت رح تولدي، فقديش هذا مثلا بيكون دقيق لأي حد؟ هذا أكتر إشي دقيق، بس مرات في النساء بيولدوا قبل الديو ديت تبعهم. نعم. فممكن تبدأ تطلع على هاي الإشارات ويعطوها علامة إنه ولادتها قربت. نعم. طيب إذن هاي زي ما حكينا هاي هي علامات أو أعراض الولادة الأولية. هن 6، حكينا 6. نعم. 2 إيش هي الثالثة؟ الثالثة هي فورة بالنشاط، بيصير عند الأمهات بآخر شهر تقريبا، فورة بالنشاط إنه بتصير بدها تنظف غرفة البيبي، تحضر كل الأواعي، تنظف البيت، تحضر حالها للولادة. هاي بتصير عند الأمهات إذا صاحبت وجع بأسفل البطن مع ضغط، وهاي الفورة النشاط بتكون عم تعطينا علامات زيادة إنه الولادة قربت. نعم. إيش كمان؟ والعلامة الرابعة هي زيادة بإفرازات المهبلية. نعم. عادة الست الحامل بآخر شهر بيصير في عندها زيادة بالإفرازات المهبلية، إذا هاي الزيادة صاحبت العلامات الأولى اللي حكينا عنها ممكن تعطينا إشارة إنه الولادة قربت. هاي العلامة الرابعة. هاي العلامة الرابعة. الخامسة. أما الخامسة وهي استقرار بزيادة الوزن. هلأ عادة الست الحامل كل أسبوع بتزور دكتورها بآخر شهر من الولادة على الشهر التاسع. نعم. وكل أسبوع بتوزن حالها عند الدكتور، فإذا شافت إنه مثلا وزنها صار له 2 أسبوع ما عم بتغير زي ما كان قبل، فهي علامة إنه ولادتها بدها من 2 لـ4 أسابيع. نعم. وآخر آخر وحدة هي إسهال شديد ليلة الولادة. يعني إذا كان عندها الـ5 إشارات اللي حكيناهم اللي هن وجع بأسفل الظهر مع ضغط بأسفل الظهر، زيادة بالإفرازات المهبلية، وفورة النشاط، واستقرار بالوزن، وبعد هدول شافت إسهال شديد، ممكن يقولوا لها هدول علامات إنه ولدتها بكرة أو يعني اليوم اللي بعد. طب تحصل عند أغلب السيدات الحوامل؟ تحصل عند أغلب السيدات الحوامل هاي الإشارات. نعم. هاي الإشارات بتكون معروفة يعني بالعادة أطباء النسائية بيحكوها للست الحامل ولا لا؟ عادة لا، هلا أنا بحكيها بالحصص، يعني منعلم الحامل بالحصص إنه تنتبه لهاي الإشارات لأنه ممكن تعطيها علامة إنه ولدتها قربت. وأغلبهم تحصل معاهم. أغلبهم تحصل معاهم. هاي الإشارات اللي أنت عم تحكي عنها. أوكي. طيب إيش في كمان، في يعني نصائح؟ عنا كمان 3 إشارات للولادة الحقيقية. نعم. يعني هاي بتقولها إنه ولادتك هلأ عم تبدأ. أول إشارة اللي هي الطلق. الطلق هو الوجع بأسفل البطن أو بكافة أجزاء البطن، والوجع بيضله لدقيقة وبروح. نعم. بعدين بيلحقه كمان وجع، ممكن بعد 1/4 ساعة، ممكن بعد ساعة، بيكون مش منتظم أولها. بعدين بصير يقرب على بعض وبصير الوجع دقيقة، بعدين ما في وجع مثلا 5 دقائق، بعدين كمان دقيقة. فهذا هو الطلق. نعم. إذا حسينا بالطلق بدنا نروح على المستشفى. بس ما بنروح على المستشفى أول ما نحس الطلق،
لازم يكون بين الطلقة والطلقة 10 دقائق. نعم. يعني مثلا إذا هلأ الساعة 9:15 وإجا عنا طلقة مدتها دقيقة، بعد الطلقة الثانية إذا إجت على الساعة 9:30 إلا 5، معناته بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية كان في عنا 10 دقائق. نعم. وهاي بتقولنا إنه نروح على المستشفى. هلأ الطلقة لازم تكون مدتها دقيقة واحدة، يعني الطلقات اللي مدتهم أكثر من دقيقة هاي مش طلق حقيقي، هاي بتكون الطلق الكذاب بنسميه. نعم. وإذا عم نحكي عن ساعة كاملة، يعني من الساعة 9 للـ10 كان عنا 5 طلقات بيناتهم 10 دقائق تقريبا، معناته لازم نروح على المستشفى. نعم. مش من أول، لأنه مرات بيكون في طلقات بيناتهم 10 دقائق بعدين بيغيبوا هيك ساعة. صح. في بعض الستات بخافوا فعطول بيروحوا على المستشفى، وإذا راحوا بكير بيرجعوهم على البيت. بيرجعوهم. صح. طيب إيش في كمان علامات قبل ما نأخذ الاتصالات؟ العلامة الثانية اللي هي نزول سدادة عنق الرحم. هلأ عنق الرحم بيكون مسكر على المي والبيبي وفيه سدادة، هاي السدادة معمولة من غشاء مخاطي وفيه شوية دم، فهاي إذا بتنزل بتعطينا زي مشحة دم. هاي ممكن تكون علامة للولادة الحقيقية، بس ما بتخلينا نروح على المستشفى دغري، نستنى الطلق. نستنى الطلق، يعني هو الطلق يمكن أكبر مؤشر أو أكبر علامة بتخلي السيدة إنها تروح على طول على المستشفى إذا كان في بناته 10 دقائق. 10 دقائق. وآخر علامة هي نزول مية الرأس. نعم. نزول مية الرأس لازم نروح على المستشفى دغري. لأنه عندنا بس 24 ساعة لحتى يصير في عندنا ولادة، بعد الـ 24 ساعة منخاف إنه البيبي بيصير يخرج بالمي أو بقل عليه الأكسجين. نعم. إذن هاي هي. فهاي هي الثلاث علامات الولادة. ثلاث علامات. طيب في عنا اتصالات. نشوف إذا في عنا اتصال. طيب أوكي، إذا اتصال. جوان معنا، صباح الخير. صباح النور. كيفك يا جوان؟ الحمد لله كويسة. أهلا وسهلا فيك. تفضلي. أسأل الاختصاصية. تفضلي. بدي أسأل سؤال مش متعلق بالحلقة، بس دعي شو أسباب تكلف الخلاصة. أسباب تكلف الخلاصة. تكلف الخلاصة. أوكي. طيب شكرا لك يا جوان. اسمعينا. شكرا لك. عاده من اكثر اسباب تكلس الخلاصه شو هي يعني الخلاصه هي المشيمه. بتتكلس، بتبطل تعطي دم كفايه او اكسجين زياده للطفل. نعم. عاده من اكثر الاشياء اللي بنشوفها هي الكبر بالسن، يعني السيدات فوق سن ال 38 اذا صار عندهم حمل ممكن يصير في عندهم تكلس بالخلاصه، او انه الخلاصه تبدا تفصل عن جدار الرحم قبل وقتها. نعم. في اسباب ثانيه ممكن تكون نقص بال فيتامينات، او مثلا تميع بالدم، بدك دواء يميع الدم، ممكن هاي تكون الاسباب. بس انا بنصح تضلك تستشيري دكتورك عن الاسباب اللي عم بتعمل لك تكلس بالخلاصه، وتاخذي الادويه اللازمه. نعم. لإلها. طيب نرجع لموضوعنا بموضوع العلامات الاوليه والحقيقيه للولاده. ايش في نصائح بتحبي تقدميها لل من اهم العلامات الحقيقيه للولاده هي نزول ميه الراس. هلا لما تنزل ميه الراس بدنا نعرف امتى نزلت، يعني ناخذ الوقت لإلها، ونقدر نشوف إذا إلها لون، لأنه عادة مية الرأس ما إلها ريحة ولا إلها لون. نعم. إذا كان إلها ريحة بشعة شوي أو إلها لون على خضار، لازم نخبر الدكتور من أول ما نوصل على المستشفى. هذا أهم، لأنه هذه بتكون علامة إنه البيبي بخطر، فلازم يصير ولادة قد ما بنقدر سريع. بسرعة. نعم. طيب ناخذ كمان اتصال معنا. سوزان. ألي صباح الخير. صباح النور يا سوزان. إذا سمحتي بدي أسأل، إيش أسباب تأخر ظهور كيس الحمل؟ تأخر ظهور كيس الحمل. عفوا. طيب سوزان احنا مش عم نسمعك منيح، اذا بتقدري توطي صوت التلفزيون عندك لو سمحتي. للاسف راح الاتصال. ما بعرف اذا بالكنترول سمعوها او لا، مش ما كان كمان ما كان واضح. كيس الحمل أو تاخر كيس الحمل اذا واضح. تاخر كيس الحمل. نعم. مش واضح السؤال. مش واضح. طيب سوزان حاولي ارجعي احكينا لو سمحتي. شكرا لك. طيب اذا حكيتي على موضوع مية الراس. طب هلا شعور انه نزول مية الراس بيكون واضح عند الام؟ واضح. يعني العلامات بتكون واضحه انه في مي عم تنزل من عاده بيكون واضح لانها بتنزل فجاه ومره واحده، بيكون تدفقها قوي كمان. تدفقها قوي وكميتها. نعم. كبيره. وعادة لما الست بدها تروح على المستشفى يفضل انها تحط من الفوط الصحية، لانه المي بتضلها تنزل، بتضلها انه توليك، يعني بتضلها. نعم. تنزل، ما بتنزل مرة وخلاص. بتنزل مرة اولها بس بعدين بتضلها تنزل. نعم. هذا طبيعي انه يصير بحالة الطلق ولا لا؟ عادة في سيدات بتصير انه بتنزل عندهم مية الراس بعدين بيبدوا يحسوا بالطلق.
هدول السيدات اللي أنا بعتبرهم محظوظين لأنه بيكون في عندهم طلق وتوسع بس هن مش حاسين بالوجع لأنه ليفل الوجع أو مستوى الوجع اللي هن بيحسوا فيه عندهم يا عالي بيكون فالوجع ما بيحسوا فيه زي الناس الطبيعيين فعادة هدول من الناس اللي بيكون عندها توسع وطلق بس هي مش حاسة وفجأة بتنزل مية الرأس. هلأ العاد الولادة الطبيعية اللي بتصير أو يعني بتصير عند معظم الناس إنه بتبدأ تحس بالوجع لعبين ما تصير تقريبا 4 سنتيمتر توسع ممكن تنزل مية الرأس. هلأ ما في رول أو ما في قاعدة بتقول إنه مية الرأس بتنزل على بكير أو على الآخر، ممكن تنزل أول إشي أو آخر إشي. طيب يعني كمان اتصال. صباح الخير. صباح الخير مي. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ممكن أحكي مع رولا؟ تفضلي. معك. صباح الخير ولا كيف حالك؟ أهلا صباح النور. لو سمحتي أنا عندي مداخلة بسيطة بس مش بخصوص الحلقة، يعني بس بعرفش إذا بتعملين مع حلقة ثانية بخصوص استعمال البيبي لاستخدام المرحاض. رح نعمل حلقة جديدة شوفيها بعد أسبوعين لأنه اليوم عندي تصوير خارجي لهاي الإشي. محظوظة. محظوظة أم محمد، الله يسعدك. شكرا لك. شكرا. أوكي. أهلا وسهلا فيكي. بس أنا ما سمعت إيش الحلقة اللي بتعمل إنه كيف البيبي يبدأ يستعمل المرحاض أو يبدأ يروح على الحمام. أوكي. طيب إيش في كمان نصائح أخرى بتحبي تحكي لنا إياها؟ ما بعرف إذا في عنا كمان اتصالات أو رح نختم. أهم إشي إنه الطلق يكون بين الطلقة والطلقة 10 دقائق ومنعدهم إنه من أول الطلقة الأولى لأول الطلقة الثانية. نعم. طب هلأ سؤالي هون بموضوع كمان المرأة الحامل لما تنزل مية الرأس، في سيدات يعني يصابوا بخوف كتير كبير إنه المية عم تنزل، فهون منطمنهم ولا؟ إنه منطمنهم طبعاً، معهم 24 ساعة للولادة، ما في خطر أبداً على البيبي. نعم. طيب ما بعرف إذا في اتصالات. أوكي كمان اتصال. هلا معنا. هلو. أنا مرحبا. مرحبا، بشكركم كثير على هالفقرة. شكرا إليك، خصوصاً إنه بتفيدونا إحنا الحوامل الجداد يعني. فبدي أسأل الدكتورة، شنطة البيبي لما بنحضرها إيش نحط فيها؟ شنطة البيبي حكينا عنها في فقرة، إذا بتطلعيها على اليوتيوب اسمها شنطة البيبي أو أغراض البيبي. بتلاقي فيها كل التعليمات إنه إيش تحطي فيها الشنطة. نعم. طيب أوكي. شكراً لك يا هالة. ممكن ضل معنا وقت إذا نقدر سريعاً نحكي بدقيقة. شنطة البيبي أنا دائماً بنصح إنه يكون في شنطتين، شنطة بتنحمل على الكتف، هاي منحط فيها الأغراض اللي منحتاجها لغرفة الولادة. يعني مثلاً زي سليبرز أو ألشين، كلسات، ممكن تحتاج إشياء خصوصية لإلها بغرفة الولادة. بعدين شنطة تانية اللي بتفتحك جهتين اللي منخدها على السفر، بيكون فيها أغراض للأم بعد الولادة وعلى الجهة الثانية أغراض للطفل بعد الولادة. نعم. فهيك عشان ما نخربتهم كلهم ببعض. طبعاً زي ما حكيتي في تفاصيل أكتر بتقدر تلاقيها على الفيديو بالفقرة، عملتيها أنت قبل فترة صح؟ عملناها بالفترة. كنت معك أنا أظن. طيب شكراً لك رولا، بتشكرك. أهلاً وسهلاً فيكي.